والصحة والعافية عليكم، شلونكم، أحوالكم، أخباركم، الله ينور أيامكم ويخضر كل أعمالكم وترجع لكم خير وبركة وصحة وعافية بالدنيا والآخرة. اليوم عندنا فتح حلقة جديدة من سلسلة زجاجيات البيت اللي ممكن نزرع بيها للزرع. أنا عندي هاي اللي دا تشوفوها أيضا عصا موسى، من نوع يختلف عن الأنواع اللي رويتكم إياها، شوية تكون الساق مالتها سميك وتطلع أكثر من 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 راس بنفس الطريقة، أكثر من يعني زرعة أو ولذلك، وهذه تشبه شكلها النخلة، يعني كأنما نخلة ومطلعة أكثر من زرعة. ومثل ما دا تشوفون أنا حاطتها أيضا بزجاجيات، والزجاجيات اللي مستخدمتها أيضا زجاجيات طويلة، يعني نوعها شوي شكلها خاص مثل الكؤوس. بحاول أقرب لكم إياها حتى تشوفوها. طبعا هاي الزجاجيات صار لها فترة أنا بقيتها، يعني شوية قسيت عليها مرابطتها، والمهم أيضا بدلتها على مود أقدر أسوي لكم هذا الفيديو بيها. راح اقترب لكم من عندها وشوفوها، انا حاطه بيها احجار، هسه راح تشوفوها بالتفصيل. تشوفون اكو منطقه اللي هي جايه من نقص الماء، هاي المنطقه اللي صايره بيضه من الملح، الملح مال الماء، اذا ان شاء الله واضحه عندكم. هنا ايضا تشوفون اكو هاي المنطقه اللي هي ناقصه، وتشوفون الماء ناقص. فالان راح انظفها واعيد ترتيبها واحكي لكم عليها حتى تصير فكره جديده اضافيه ايضا تستخدموها. الخطوه الاولى ايش راح اسوي؟ راح اشيل الاحجار هاي اللي تشوفوها بهدوء من الـ من الـ من الزرعه. هاي الاحجار انا حكيت لكم عنها سابقا وارجع اقول لكم، هاي موجوده بالمشاتل بالوان ابيض واسود ووردي، هذه اعتقد هاي الالوان الموجوده او جزء اكثر من عندها. الكيس الصغير هو طبعا وزنها يعني ثقيل، يعني ما اعرف حقيقه ايش قد سعره، بس هو مو غالي ولا كلش رخيص، بس سعره مناسب، كميته تكفي لهواية امور. طبعا انا هنا حاطتها على تنطي ثقل للزجاجه، لانه هذه مثل ما تعرفون النبته هي قويه طويله، يعني بها طول، وايضا هي بها ثقل وزن. انا راح اقترب لكم من عندها حتى تشوفوها. تشوفون هذه يعني هذا عمرها ويا النمو مالتها، ويصير يعني الضلع مالتها هذا يكون سميك، وبالنهاية تنطينا عدد من النخلات الصغار أو الزرعات الصغار اللي هي تشبه النخلة، شكلها جميل وحلو، وهي دائمة الخضار مثل ما قايلت لكم. نرجع نقول انه انا راح اشيل هاي الاحجار بالبداية حتى يبقى بس الماي، واطلع النبتة بكل هدوء على مود احافظ على جذورها اللي موجودة جوا، وابدي بتنظيف وغسل هذا الاناء بحيث يرجع جديد وارويكم اياه. وبعدين ايضا النبتة تحتاج اوراقها الى غسل ورقة ورقة، فراح اغسلها ورقة ورقة لان عليها تراب مثل ما تشوفون، وارويكم اياها. اوكي، راح اغسلها ونرجع نكمل. هسه رجعت لكم بعد ان نظفتها. مثل ما تشوفون هاي الكؤوس اللي شفتوها بالبدايه اللي. طبعا مثل ما تشوفون اني كلها غسلتها ورقه ورقه، يعني يمكن هم تشوفون هاي شوي اكو بها اثار، ان شاء الله تشوفوها. هذه من اشتريتها حقيقه، كانوا حاطيها في الطريقه بالنقل او من جايبيها بحيث الاوراق متكسره، فباقي عندها هذا التكسر، بس انا يعني ما زلت هاي الاوراق اللي بيها مشكله، انتظرها انه تنمو ان شاء الله، هي تاخذ وقت طويل على ما تنمو، وبعدين نشوف شلون نتعامل ويا هذه الاوراق اللي بيها مشكله. طبعا مثل ما تلاحظون انه الحجر ايضا غسلته حجرة، هذا الحجر اللي ينحط للنباتات او للزرع فتلقوه موجود. الان اللي راح نسوي انه انا راح اثبت هذني موجوده هنا بكل وحده، يعني طبعا انا هاي اختاريتها، يعني ان شاء الله تبين عندكم، والله ما ادري هي تبين لولا ان من نبدي ان نرجعها، راح نرجعها بهدوء على مود الجذور مالتها، نحاول انه نوصلها، هي بس هاي المنطقه عندنا، وراح اثبتها الحجر ايضا بهدوء
حتى يثبتها من كل الاتجاهات. طبعا مثل ما تلاحظون انه الجذور مالتها تنمو، لانه الحجر اكو بيه فراغات، هواية فراغات. وحقيقة لذلك أنا ما أحط مثلا رمل أو أحط حجر صغير الحجم، على مود هذه تاخذ راحتها مثل ما تشوفون هسه. المهم انه هي هسه ثبتت، وراح ابدي اكملها وبعدين احط لها مي. ما ننسى انه المي اللي نحطه هو مي اما نبقيه 24 ساعة، مي يعني اسالة نبقيه 24 ساعة برا، او انه ناخذ مي التانكي احنا نسميه عندنا، لانه هذا يكون باقي يعني طالع من الصنبور، فبالتالي الكلور اللي موجود به متصفي ويكون صالح للنباتات، لانه حقيقة الكلور جدا ضار للنباتات. هذا تشوفون ان شاء الله واضحة عندكم. هاي المنطقة دا تكون فارغة، فتاخذ الجذور يعني حريتها، بس هي ثبتت النبتة. واكمل باقي الاثنين ايضا اثبت بها النباتات بنفس الطريقة اللي تشوفوها، وبعدين احط لها المي مال. بعد ان كملنا ثبتناهم راح نحط لهم المي. اكيد تلاحظون المنطقة جوا شلون صار فيها المي، ونحطها بالمقدار اللي احنا نشوفه. انا احاول قدر الامكان انه احطها، لان هي اصلا هذا الوعاء الزجاجي هو مو كبير، حتى اعطي كميه من الماء، لان حتى هذا يعتبر جزء من غذائه. تلاحظون شلون يملي المنطقه الجو اللي هي فارغه بالنسبه له. وبعدين ما ننسى اكيد نحط له الغذاء الخاص مالته اللي نستخدمه دائما ويا هذا النبات. راح نحط لهم بضع قطرات من هذا الغذاء الخاص بمالتهم، وبعدين ننقلهم الى مكانهم اللي احنا اصلا جايبيه يعني على موده، وراح اراويكم اياه وراح انطيهم وشلون وظفتهم بذاك المكان. واخيرا رجعوا النباتات الى مكانهم والى بيتهم. هذا مثل ما تشوفون عندنا هذه الثلاث زجاجيات تشوفوها محطوطه على بوفيه. طبعا اني اذا تشوفون هنا مستواهن يختلف، فلذلك اني احرك بمستواهن بحيث تكونون بالشكل المناسب اللي اني اريده. وهاي النبتة تشوفون حتى هذه النبتة اللي هي بها اكو انحناء اللي هي طبيعية جدا تبين. تشوفون شكلهم من هم ثلاثة موجودين، واكيد تلاحظون هم موجودين في زاوية التلفزيون، بحيث اي شخص قاعد دائما هي موجود هذا الخضار امامه. هذا مكان أنا كنت أريد أحط به فتشي، وفعلا جاني شيء مناسب. لقيت أكو زرعة عبارة عن نخيلة صغيرة، نخلة صغيرة أيضا يمهم، وأني بس حبيت أرويكم مكانهم اللي هم قاعدين به. فدائما المكان اللي إحنا نريده هو المكان اللي نحط به، يعني شلون نريد نحط المكان اللي نحتاج به فتشي، لازم نوظف له الموضوع اللي إحنا نريده بي. فأنا دائما أفكر إنه هذه الزاوية أريد أحط بيها فشي خضار، وبنفس الوقت يبين مثل التحفية هذا الخضار، لكن هو نبات طبيعي. إن شاء الله عجبتكم الفقرة مال اليوم، أتمنى تسووها. خلوا أبنائكم بناتكم يساعدوكم بيها بالتنظيف، بأفكار جديدة مثل هذه، هذا ينمي فكرهم وينمي قابليتهم. طبعا أنا هنا أريد أقول لكم أنه هذا المال الموجود بهن يعني عندما يقل يعني ينقص، فأني أضيف عليه كمية من الماء بحيث دائما يبقى مستوى بالمستوى المناسب. وبعد فترة مثلا شهر، عدة أشهر، مرات شهرين ثلاثة، لا يحتاجون إلى تنظيف مثل ما نظفناهم اليوم، فما يحتاج تكرار التنظيف بشكل يعني كبير دائما. ونرجع نقول هو نبات طبيعي ونفسه طيب بالبيت وحلو، وإحنا يعجبنا أنه نزين بيتنا، والأهم أنه يعجبنا أنه نغير بهذه التزيين الطبيعي بين فترة وأخرى. صحة وعافية لكم جميعا، وكتبولي أفكاركم شلون أنتم تزينون، شلون تسوون، حتى أنا هم أتعلم منكم. تحياتي لكم.